عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احتفاليه نادي سموحه بوصلنا للمليون. طبعا بنشكر كابتن الهام فرج، بنشكر كل الناس. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعه النهارده بنشكر نادي سموحه، بنشكر المدربين، بنشكر كابتن الهام، بنشكر كل الناس اللي نظموا لنا الحفله الجميله ديت. احنا طبعا ما عندناش وقت ومستعجلين جدا، هنروح نلبس ونروح على نادي المؤسسه العماليه في شبرا. تاني طبعا هيبقى في صور جميله جدا هننزلها لكم على الانستجرام. الانستجرام بتاعنا كلنا موجود فين؟ في الديسكريبشن. روحوا اعملوا لنا فولو على سبسكرايب، مش عارف ليه، اعملوا لنا فولو على الانستجرام ويلا نروح. هتبقى حفله جامده جدا ان شاء الله. طبعا دودو مش معانا عشان دودو تعبت فما قدرتش ان هي تقوم وتيجي معانا، فان شاء الله هنعمل لها بقى حفله ثانيه خاصه. احنا بقينا مع بعض النهارده، احنا بنحتفل مع جمهورنا ومع كل اخواتنا ومع كل حبايبنا، وفي مفاجات كتير جدا في الحفله. روحوا اتفرجوا بسرعه، رب الحفله تعجبكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين للحفله نخربها؟ جاهزين. ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك. التفاعل يا جماعه، التفاعل مش عاجبنا اليومين دول، ها؟ لايك وشجعونا ان احنا نكمل ونستمر. بنحبكم، ربنا يخليكم لينا، وسبب وصولنا للمليون بعد ربنا هو انتوا. قلب للناس، يلا بنحبكم. يلا
سموحة ايه؟ سموحة ايه بتاعي؟ قولي اهلي ولا زمالك؟ يعني مش فيها سموحة؟ مين سموحة ده؟ انت عارفة سموحة؟ صاحبي اه صاحبي معايا في الجيش صاحبي صاحبي ايسي قولهم بقى يلا يا حلوة يلا كاما الناس كلها بتحبها منك يلا اخسى عليك بقى